بالمناسبة السلم الخماسي ده منتشر في مجتمعات كثيرة غير ان احنا كمجتمع سوداني. على مستوى دولة الصين الشعبية بنلقى انها قاعدة تستخدم موسيقى السلم الخماسي، ايوه وحتى على مستوى المغرب العربي ودول في غرب افريقيا بنلقاها قاعدة تستعمل السلم الخماسي. عندك مثلا نماذج اثيوبيا، موريتانيا، الصومال، هم ديل قاعدين يستخدموا نفس السلم الخماسي اللي نحن بنتغنى به في دولتنا السودانية. ما في اختلاف. الانتشار بتاع الأغنية السودانية بالمناسبة للعالمية بالمناسبة أسهموا فيه رواد الفن السوداني. عندك الراحل سيد خليفة بالمناسبة أسهم إسهام حقيقي جدا، نعم نعم، ودخلوا لنا لشمال أفريقيا عن طريق بوابة مصر، غنى المنبو السوداني. الليلة بنلقى في عرب غير من نحن كسودانيين أو كمجتمعات غير المجتمعات السودانية بغنوا المنبو السوداني. طبعا دي الفطاحة جدا يعني في الشعراء القدامى والفنانين القدامى فطاحنا جدا في الاغنيه السودانيه، وهم فعلا وصلوا الاغنيه السودانيه لبره يعني، والمنبو السوداني معروف لكثير من الناس في العالم يعني، فدي حاجه صراحه جميله. وانا اشكرك على النقطه اللي ذكرتها دي، لانه هي نقطه مهمه جدا المفروض المشاهد يكون يعني يعرفها. فقبل في بدايه الحلقه انت ذكرت انه الاغنيه السودانيه في القرى وفي جميع بقاع السودان، وحتى يعني في اي منطقه بنلقى انه في لون معين من الاغنيه السودانيه، لكن في النهايه بتحس ان الاغنيه السودانيه دي واحده بتمثل مزيج يعني مزيج الحب بين السودانيين. فكده نتكلم عن اتكلمنا عن اثر البيئه والطبيعه وكده. في الباديه بنلقى انه الباديه الشاعر في الباديه بيكون متمكن جدا في الحماسه وفي الفخر، وبيوصف شعبه بالأصالة وبالشجاعة وكده، وبيدعم السودان يعني. نتكلم عن شعراء البادية والأغنيات في البادية ذات نفسها يعني. شعراء البادية أول حاجة بيكون مميز وبيكون مبدع حتى في رصانة المعنى والأسلوب، لأنه ما في ضوضاء بتحيط بالمخيلة بتاعته. صحيح، دي بتدفعه بالمناسبة هو إنه يجيب الحاجة كما هي.